السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. زي ما احنا شرحنا في الحلقه الاولى ان هي ازاي مقدمه عن الباور بي اي والادوات اللي فيه والداتا وعرض البيانات وهكذا. دلوقتي احنا النهارده هنشرح اداه بسيطه جدا مش تاخد مننا وقت كبير، اللي هي ان انت دلوقتي عايز تفلتر بالديت، عايز تفلتر بالتاريخ. هتفلتر ازاي؟ هتشتغل ازاي؟ هو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه دلوقتي. البيانات دي احنا عرضناها وكل حاجة، فاحنا بس عايزين نعرضها بالتاريخ. هنعملها ازاي؟ هنعملها بالظبط زي ما نقول. احنا دلوقتي بس هنقلل بس الاضاءة دي شوية، يعني هنقلل قصدي الشيت ده شوية كده، يعني هنقلله كده حبة كده عشان نسيب مثلا مساحة هنا كده. وبصراحة بحب قوي الحركة دي، بحب يعني عايز بس اوريها لكم اللي انت بس تقلل الشكل ده كده شوية، يعني تعمله كده شوية وتعمل دي حركة ليا انا، يعني تيجي هنا في الفيجوال وتيجي في الجنرال وتيجي في الافكت وتيجي الشادو. الشادو شكله شيك قوي صراحة، ودي برضو نفس النظام. هنخليها كده شوية برضو كده ونقللها حبة كده شوية اهي، ونقلل دي كده شوية ونخلي الافكت شادو عشان يبقى المنظر ده محبه او شكل شيك ده، بحب الشكل ده. وهنيجي هنا هنختار كلمة سلايسر. سلايسر دي هنحطها هنا، فهتيجي لنا بالمنظر ده كده. هنحط فيه ايه؟ احنا لو ما نيجي نشوف في التيبل هنا هنلاقي فيه حاجات كتيره قوي. فيه هناخد بيه الاوردر ديت. الاوردر ديت لو تلاحظوا هتلاقوه بالتاريخ، يعني 12/5 10/5 وهكذا. فانا دلوقتي لو انا جيت حطيت الاوردر ديت، فين الاوردر؟ اوردر ديت، وهنضيفه هنا، هنحطه هنا كده على طول. فكره ان هو جابهولي بالمنظر ده كده، فانا ممكن تحط الشيت ده كده، حطه كده بالطول ده مثلا كده، وتقلله شوية اهو، وتقلل دي كده شوية يبقى بالمنظر ده كده. وتختار مثلا من اول هنا لحد هنا مثلا، هيبتدي يغير لك الداتا من هنا لهنا كده، هيبتدي يغير الداتا وهكذا. فانا لا، انا مش عايز الموضوع ده يتعمل كده، انا عايز اختار مثلا بالشهر. الشهر عملنا ايه في شهر كذا، عملنا ايه في شهر كذا وهكذا. هتلاقي في الاوردر هتلاقي فيه احنا جبناها منين اهو، الاوردر ديت هتلاقي فيه حاجه اسمها ديت هيراركي. لو جيت حطيت هنا في الديت هيراركي هنا كده بالظبط، قال لك بقى انت عايزها بقى ازاي، انت عايزها بالير ولا عايزها بالكوارتر ولا عايزها بالمنث ولا عايزها بالداي، وانت بقى ودماغك. فانا اقول لا، انا عايزها بصراحه، انا عايزها بالمنث، يعني هنمسح الداي وهنمسح الكوارتر والير وهنمسح نخلي دي كده نمسحها قصدي، ونخلي الديت هيراركي كده ونمسح الير والكوارتر ونخلي المنث بس، وهيكون بالمنظر ده اللي هو جانيوري فبراير مارش ابريل وهكذا. بس المنظر ده نازلين كده زي نازلين تحت بعض. فهنيجي في الفيجوال وهنيجي عند سلايسر سيتنج ونخلي ده تايل بدل فيرتيكال. فيرتيكال يعني عمودي، نخليها تايل. تايل يبقى بالجنب كده بس كده، ونخليه بالتايل. ونخلي السليكشن بقى انت ويعني واللي انت عايزه. ممكن تخليه تحط سيلكت اول، يعني في هنا حاجه اسمها سيلكت اول، او تخليه سنجل سيلكت بس واحد اللي هو يختار بس شهر واحد بس هو اللي يختاره، او انا بخليها بصراحه سيلكت اول عشان سيلكت اول دي بتبقى كويسه، يعني مالتي سيلكشن وسيلكت اول بس كده. والفاليو نكبرها شويه، يعني ممكن نكبر مثلا الكلام ده يبقى كبير شويه بس كده مثلا، اللي هو يبقى بالمنظر ده كده بس كده. ونخلي في لا هو كده، ده كده ده المنظر ده الاخير اهو بس كده، ويبقى الشكل ده كده هو ده اللي قدامنا. نيجي نختار مثلا هنا مارش، نختار هنا ابريل ماي جون، ونختار سيلكت اول كله يجيب لي الداتا دي كلها بس كده يا جماعه. اتمنى اكون فدتكم، ودي تفصيله من تفاصيل الفلتر او اسمه سلايسر بس كده يا جماعه. فاتمنى حضرتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا والله الواحد بيتعب قوي في الشيت ده وفي الباور بي اي. فاتمنى حضرتك تدعمني بلايك عشان اعرف بس انت حضرتك مهتم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.